كانوا نشاهدوا ملخص مباراة ترجي وحماف، لكن قبل هذا أكيد الكل يعني المتابعين لكرة القدم في تونس الكل لأنهم رأوا أنه في الترجي سنة ثم تعويل برشا على الشبان. سيد أحمد، الفريق وقع تدعيمه بالعديد من الشبان، وسمينا الفقرة هذه اللي باش تفرجوا فيها الآن ثورة الشبان في الترجي مع سمي بن مسعود ومكرم الحطاب. اسمي خالد عياري، انا في جامعة ارينا، عمري 14 سنة. ماتش باهي اليوم كونتر ترجي التونسي، عملنا نيول 1-1. جيتهم بيلانتي في 90 دقيقة لعب، عملوا بها نيول. خصيصا السنة الاسبيرونس عملت برشا معناتها على الشبان نتاعها، ومعناتها كيما تشوفوا معناتها بشوية بشوية قاعدين معناتها يدخلوا في الجروب، قاعدين معناتها يكسبوا خبرة من جوات الخبرة اللي موجودين في الاسبيرونس تو. الريان مازلنا ما كسبناش برشا برشا، عملنا ريزولتا باهيين. ان شاء الله يا ربي نكملوا على نفس المنوال ونكونوا عند حصة الثقة نتاع المباراة ان شاء الله. بالنسبة لي هما سي دور دو سيبورتي عام كامل دو تاع ماتشوات ودي ماتش دو شامبيونا كوبا راب، ان شاء الله يكملوا هكا وان شاء الله ربي يجيبهم في السوق. كنا في المنتخب الوطني نتاع الصغر مع سمير الكنزاري، صحيح باش يقولوا معناها هذوما سي ولاد سمير. دور سمير معناتها ما ينكرو حتى حد، معناتها اللي هو اللي دخلنا في الجروب، هو معناتها اللي معناتها ديما يكلم فينا وديما ينصح فينا وديما يقول له معناتها انتوما معناتها لازم تاخذوا المشعل مع الكبار ولازم تعلموا منهم ومعناتها وتفرجوا فيهم برشا، حتى صعدنا بقاو على البنك ولا حاجه يقول ديما تفرج فيهم. المجموعه الكل موجودين معناتها الكل بريسك باش تكون كلها صغار، الكبير فيهم هو انا معناتها انا اخوهم الكبير. ان شاء الله معناتها تحس اللي نابي هذو معناتها قادرين باش يعطيو البلوس الترجي وهذو مستقبل الترجي. فما حتى خوف خاطر الشبان نوض الجمهور، ان شاء الله نعطيو الاضافه الكامله ان شاء الله يا ربي، علاش لا ما ننزوش تيترويت والحمد لله يا رب، ان شاء الله يا ربي نكونوا في المستوى ان شاء الله. اللي جاي باش يلعب في الترجي يعرف على جاي، يعرف اللي هو جاي جمعيه كبيره، جمعيه تتويجات، جمعيه القاب، لازم باش يدخل في الاسلوب الموضوع ديريكت، على عباره جاي بالسلاح نتاعك وجاي تنفى، ما ثماش مرحميني في الكره. اكيد باش يجيو عثرات وباش يجيو نتائج سلبيه كيما نحن نحاولوا نعملوا باش ما يجيوش، لكن كيف يجيو يلزم اللاعبيه كيما قلت لك يتحملوا ويعرفوا مسؤولياتهم، يعرفوا روحهم معناتها على شنو قادمين. كره القدم ماهيش ديما نتائج ايجابيه، نهار يلزمهم يعرفوا يتاقلموا مع النتائج الايجابيه ويتاقلموا مع النتائج السلبيه، هذيك صنة كره القدم وهذيك صنة الفريق الكبير. سيد احمد، ترى مجازفه لدماج بالشبان كيما هذوما صغار في تشكيله كيما الترجي اللي كل عام يلعب على لقب ويلزم يفوز بلقب؟ لا ماش مجازفه، ماش مجازفه في الحقيقه. اذا كان ولد صغير عنده امكانيات باش ينجم يلعب في الدرجه الاولى، ما العمر ماهوش باش يولي له مشكله. فما ملاعبيه في تونس دار الشايب يلعب عمره 18 سنة، محدين حبيته 17، أنا 18، موجود الشيء هذايا.
تبقى انت وامكانيات الفنيه وانت والبدن نتاع اللاعب وانت الفريق اللي يبدا فيه الملاعب. ما تراش انت وشخصيه المدرب، ثم مدربين ما يحبش معناها يدخل معناها ملاعبيه صغار في العمر، ثم مدربين اللي جايز في يقول لك ما يجيش نعطي فرصه للشبان، ثم مدربين ما يعطيوش فرص للشبان، ماذا بيا ديما يحافظ على نفس التشكيل. انت وسياسه الجمعيه وانت ورئيس الجمعيه، حسب رايي انا صاحب القرار وفي الامور هذه هو رئيس الجمعيه، اذا يتفق مع الممرن. بالطبع الولد الصغير كي باش يلعب باش يقوم بهفوات. باش يقوم بهفوات وتنجم الفريق ينهزم في مقابلات تحت مسؤوليه الممرن. لكن الممرن عنده الكوفرتير نتاع راي الجمعيه، خاطر الولد هذاك اللي يلعب سيتي فالور سور. قيمه غدوه هذيك القيمه هذيك باش تلقاها بعد سنه ولا اثنين تولي ماديا عندها قيمه كبيره، كيما ناخذوا شرميتي كيما حقي كيما تعرف اليوم نعملوا في الاحتراف. الاحتراف مش الملاعب باش يتباع عمره 28 سنه و 29 سنه، تعرف نعطيك فكره صغيره رازي، فما ملاعبيه توانسه ربي يزيدهم ويكمل عليهم يوم يلعبوا في اوروبا، فيهم شكون ياخذ راتب 60,000 اورو في الشهر وفيهم شكون ياخذ 100,000 اورو في الشهر، كانوا يلعبوا في نوادي صغار. الملاعبيه هذوما اليوم عندهم فرصه في فريق يلعبوا كيما الترجي الرياضي ولا النادي الافريقي ولا النجم الساحلي ولا فرق كبار اللي فما لهوه كبيره بالاولاد هذوما وعندهم ممرنين اكفاء، فهمت؟ وعندهم معناها راي كيما يقولوها التمرين الشبان اصعب من تمرين الاكابر. مش كل حد ينجم يدرب الشبان. صحيح بالطبيعه، ثم عنده خاصيات خاصيات ممرن الشبان لازم يكون اختصاصي في تمرين الشبان. صحيح. شهاب انت مع دماج الشبان؟ مع دماج الشبان، لكن خاصة دماج الشبان إذا الملاعب هو يستحق يفرض روحه، فماش هدايا. وفي الكرة كما قال سيدي أحمد قبيلة ماهوش معيار أنه سنه صغير. أوكي سنه صغير نستناو، بقى لازم يكون عنده البوتونسيال، عنده الإمكانيات اللي تخليه يفرض روحه. اثنين لو نلاحظوا في الترجي الحارس مرمى عنده خبرة، خالد بدرة في خط الدفاع عنده خبرة، أحمد الحامي في وسط الميدان عنده خبرة، ومايكل الرامو كمهاجم عنده خبره. وقت يكون عندك في كل خط لاعب عنده خبره تقدر تركب هم المؤثرين تقدر تركب عليهم شبان حتى الاخرين يعطيهم اكثر عامل لو غارونتي معناتها باش يبداوا اكثر اريحيه. اثنين نشوفوا النجم الساحلي اللاعبين نتاعو شبان 19 و20 سنه وهزوا تشامبيونز ليغ افريكان، حقي هز كاس افريقيا للامم 19 سنه. يعني كيفيه ادماج الشبان هذوما، اول شيء هو يلزم مؤهلاتهم، اثنين كيفيه ادماجهم، ولا غناء عن عامل الخبره فوق الميدان. مباشره الان الى ملخص مباراه نادي حمان فوت الترجي الرياضي التونسي مع كل من احمد صالحي ونبيل تليلي وتركيب لكريم سيسي. نادي حمام الانف يستضيف الترجي اليوم في رادس بتشكيله عرفت عوده المدافع ايفانس، في حين سجل الترجي عوده بدره في محور الدفاع الى جانب الشماري. بدايه المباراه كانت لصالح نادي حمام الانف، كره ثابته ينفذها بن شويخه والقصراوي يحط الكره في الركنيه. الحامي يجيب مجهود فردي يتوغل ويسقط داخل منطقه الجزاء، والحكم سمير الهمامي يامر بمواصله اللعب. مخالفة للترجي تتنفذ، ترجع الكرة التايب في الانتظار يصوب قوة كورته تلمس القائم. الكرات الثابتة أحد أسلحة الترجي عندما يعجز على التهديف. مخالفة نفذها وليد التايب وإرامه على غير عادته مرت كورته جانبية. محمد بن منصور وليد بن منصور للدراجي، تمهيد بالقدم لهنري بيانفينو اللي تصويبته ضعيفة. فرص التهديف للترجي تتواصل، وهذه ركنية تنفذ ثنائية بين التايب وبن منصور، مدافع الترجي يوزع ثم رأسية من الدراجي وإيفانس يتدخل في الوقت المناسب قبل بيانفينو. بن شويخة يتحصل على مخالفة أمام الدراجي، تتنفذ ثنائية، بن شويخة يمهد حران يصوب والقصراوي بصعوبة يرجع الكرة قدام سيسي. سيسي يسكن الكرة الشباك والحكم سمير الهمامي يلغي الهدف بعد إشارة من مساعده الأول كمال عبد المؤمن لوجود تسلل. هذه الإعادة التسديد من أحمد الحران ترجع من حمدي القصراوي.
مايكل مهد زين العابدين السويسي اللي يتوغل يتدخل معه ايفانس اللعب تواصل حسب تقدير الحكم سمير الهمام لمحاولة زين العابدين السويسي. في الشوط الثاني البداية كالعادة النادي حمامنا محمد علي الغرياني بمجهود فردي كبير يتجاوز سيف الدين الشماري والقصراوي حاضر في الوقت المناسب يتدخل بامتياز. أونري بيانفينو يتجاوز سليم سيسي ويفضل التصويب في زاوية مغلقة والزيتوني حول الكرة للركنية. ركنية تتنفذ ثنائية بين السويسي والتايب ترجع للسويسي اللي يوزع في القائم الثاني الشماري يمهد وبيانفينو يكمل البقية على الطاير ويفتتح النتيجة. شباك الحارس هانيس الزيتون 1-0 للترجي بعد منو دقيقتين بعد كرة ذكية من الدراجي المايكل اللي يراوغ الزيتوني ويسقط داخل مناطق الجزاء والحكم يعلن عن ضربة جزاء وإقصاء المدافع فيكتور ألان سيلفا لحصوله على الإنذار الثاني. الحكم سمير الهمامي يعلن عن ضربة بعد هانيس الزيتوني. هاي الإعادة هاي الإعادة يبعد عن الزيتوني مايكل رامو يتولى مهمة التنفيذ وينجح في إضافة الهدف الثاني. أنيس الزيتوني في جهة كرة مايكل زوز أهداف في 5 دقائق نادي حمام ننف يقبل زوز أهداف ويواصل اللعب بنقص عددي لكنه مع هذا سعى لتذليل الفارق. بن شويخة بحث على مباغاة الكسراوي وحارس الترجي متفطن أنقذ مرماه. لقطة مجانية من الحارس أنيس الزيتوني تكلف فريقه ضربة جزاء أخرى. مايكل غير المرة هذه مكان التنفيذ وغير كذلك نتيجة المباراة بإضافته الهدف الثالث. مايكل إرامو بوعزي ومزالي حذوا مكان التايب والحامي. بهتة دفاعية استغلها مهدي المرزوقي وبرود الدم كبيرة غالت القسراوي وذلل الفارق. وهدف تذليل الفارق في دقيقة 63 ده تمرير من محمد اسلامة تغطية المساكني خذا مكان الدراجي والتراجي اصبح في طريق مفتوح لاضافة اهداف اخرى. مايكل البوعزي ثم البيانفينو ومهاجم التراجي في موقع مناسب تصطدم كورته بالقائم. نادي حمام الانف حاول عن طريق حمدي جبالي لكنه سبق كورته اكثر من لازم. بيانفينو تفنن اليوم في اهدار الفرص كورة جاته من مايكل خذا كامل وقته وصوب كورته مرة جانبية. جديد في نادي حمام الانف حافظ نواسخ مكان سلامة وجديد في التراجي هدف رابع بعد كورة بالقدم من بيانفينو المايكل اللي في موقع مناسب اضاف الهدف الرابع لفريقه والثالث ليه في المباراة. اخر ما تبقى في اللقاء تسويبة قوية مباغتة من حافظ نواس فوق المرمى بقليل. انتصار هام للترجي قبل مباراة الدربي دعم به رصيده في طليعة الترتيب وهزيمة ثقيلة لنادي حمام الانف اللي قدم اداء طيب في مباراة اليوم. ما شفناش كوكا باهية ما شفناش ترجي باهية. بالنسبة لي أنا شخصيا مانيش راضي على المردود نتاع الفريق. بون معناتها لو بليز امبورتون خذينا 3 نقاط لكن برشا حسابات لازمنا نرجعوا مورنا. ترى اللي ربما أداء الترجي مربوط بأداء مايكل يعني بنوع أخر. ترى الترجي يبني استراتيجية اللعب بتاعه يركز برشا على مايكل. بون معناتها يركز عليه لا عندنا برشا لاعبين مؤثرين في الفريق. مايكل اليوم معناتها كان في يوم باهي اون دوزيام تان تحرك مليح وسهل لنا برشا عطانا برشا حلول للقدام هذاك اللي سهل لنا الماتش تاعنا. ولكن الترجي ديبون دو مايكل با 100% لكن مايكل ابريتو هو لاعب من اللاعبين الترجي المؤثرين اللي عندهم قيمه في فريقنا. صحابك رايتوا لك بيولا والله اللي طلعت لهم هذا ما اسمي سيف ما في بس خويا انا في بس تاثر بيه انت والله انا ملي نلعب في لي جون نحب كان خويا الحمد يا اخي سبحان الله هاي طلعت فيها خويا الحمد لله يا ربي. الفوز الخامس على الترجي وهي افضل سلسله في فما حاجه 3 نقاط هامين بالنسبة لفريق حمام ننف. النقطة الأولانية هو عندهم إشكال كبير بالنسبة للملعب نتاعهم الفريق. إشكال كبير برشا، تقدر تهز فريق حمام ننف
فهمت يمشي يلعب في ملعب رادس عبارة كل جمعة الفريق هذا يلعب خارج ميدان اون ديبلاسمون اولا وديما افونتاج للفريق المنافس. نقطة ثانية بالنسبة لفريق حمام نمف هو ومضرة لي هذية هو الأوراق الصفر والأوراق الأحمر اللي أخوه فريق الإمكانيات متاع البشرية اللي عنده بالنسبة للفريق وكل عام عنده عام سعيد يعديه ماهوش من صالح الفريق ولا من صالح الملاعبية وهذية رول المدرب والمسؤولين باش يأزروا حتى بعقابات إذا لزم معناها الحكم مهما تكون ظروف خذ قرار في ضربة جزاء ولا في مخالفة وفيه ما عادش فما كلام كل حد يشد بلاصته معناها الورقة الصفراء اليوم ياخذ نادي حملين في 7 ولا 8 أوراق صفر نتصور فيهم زوج ولا 3 ملاعبية عندهم ورقة حمر ما يلعبوش في المقابلة الجاية لأنها يخسر المقابلة ويزيد يخسر يحتمل الجمعة الجاية خاطر الفريق حملين في كيتنحيله زوج وثلاثة ملاعبية يتقلق. بالنسبة للمقابلة فريق حمام نمف عمل مقابلة محترمة جدا وقلق فريق الترجي الرياضي بالقداء ولعب بذكاء كبير لعب الضغط في وسط الميدان وخلق فرص فهمت في الشوط الأولاني وبصراحة وقعت زوز مخالفات كانوا ينجموا يكونوا أهداف لولا مش يقظة الحارس متاع الترجي فهمت. بالنسبة للشوط الثاني تغيرت المعطيات يظل فريق حمام نمف ناسين اللي هما يلعبوا 90 دقيقة مش 45 دقيقة جمع الأخرى نهزموا في الشوط الثاني مش معناه اللياقة أنا نقول لك لو مونك دو كونسنتراسيون تركيز تركيز بتاع اللاعبين في وسط الميدان خرج وتنجم تدخل فيه شوية اللياقة خاطر الملاعب إذا كان بدنيا طاح في المستوى ذهنيا يخرج من 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 الميدان ذهنيا يخرج يولي في بعض الاوقات يستنى وقت الحكم يزفر المقابله باش تنتهي وهو وراه الملاعب اللي يعمل مشاكل مع الحكم ومع صاحبه هو اللي تلقاه مش حاضر بدنيا فهمت. هذا ما يمنعش اللي فريق حمام نمف قام بمقابله محترمه وهذه المقابلة الثانية أنا شخصيا ريت فيها فريق حمام نمف فهمت نعتبرها مقابلة ممتازة اللي قام بها ولو النتيجة فهمت النتيجة ما تعكسش المردود متاع النادي الرياضي متاع حمام نمف. بالنسبة لفريق الترجي الرياضي الترجي الرياضي فريق كروي ونادي كبير من أكبر النوادي اللي عندنا فهمت كرويين فريق الترجي الرياضي كما يقولوا بالفرنسويه البروغريسيون دي بالون من وراء يخرج مليح كره نظيفه ولات عنده مشكله في 30 40 متر في وسط الميدان في وسط الميدان لاعبين وسط الميدان كي ياخذوا ما فماش تحركات في الهجوم معناها كي يجي فريق يسكر الفريق الترجي الرياضي يلقى المشاكل والحاجه اللي اكثر من الكل اللي الترجي الرياضي يحبوا يتعداو من الوسط في الكره راهي تبدا من الجنب وتوفى في الوسط لاكسيون ما تبداش من الوسط وتوفى بالجنب وفي الكره فما لو ريتم اي لو شونجمون دو ريتم فما وقت اللي تدخل 30 40 متر اما التسديد من بعيد كي تلقى زوز معنا دو ليني اما التسديد من بعيد فهمت وهذا صار عملوه حمام نمف وعملوه الواحد فهمت صار في حمام سوسه والملعب التونسي ولا هنا نوليو نمسوا الكره اقل ما يمكن بالديفيرسيون والتحركات في ظهر المدافعين باش نجم تخلق المشاكل ولي زوكازيون بيوت. اذا كان تبدا واقف وما تحركش تطيح في الماركاج وقتها تولي ساهل مهما يكون مستوى المهاجم ومهما يكون قيمته يطيح في الماركاج. بعد ما سجل الهدف الاولاني فريق الترجي الرياضي يتحير معناها تحرك لهنا فما منقول ممكن كلمة تتقال وستنسنا بها فرق كبار وفرق صغار ما نمشي على حسب الإمكانيات مش على حسب النتائج في الكرة فماش كبير وصغير فهمت الكبار مع الصغار كي يلعب ولو هما فرد درجة فهمت ما تعرفوا العام كي تبدأ قبل ما تبدأ البطولة الناس كل تنجم تهز البطولة والناس كل تطيح فهمت لكن اون فوا بدات البطوله بعد 5 و6 و7 جولات كما بدينا تويكا
الفرق هذوما يعرفوا بالمسبق في مخاخ الملاعبيه خاطر ماهمش تلقاهم محضرين نفسانين، اذا سجل لهم هدف مع الفريق هذاك يعرف روحه خسر المقابله. وهذا مضر للفرق هذوما خاطر نقول لك انا نفسانيا ماهمش جاهزين للاشياء هذيا، فقلت لي ما فماش فريق كبير في مقابله تنجم تربح الفريق اللي تحب عليه. فاهم بصفه عامه يعني الفريق مهما يكون كي يقبل هدف لازم ديما يرد الفعل ويحاول باش يعدل النتيجه. سيب عندك حاجه؟ جيس معناتها الترجي قاعد يحترم في انه هو احسن خط هجوم في البطوله التونسيه، يعني غير زوز مباريات، مباراه حمام سوسه سجل فيها هدف واحد، مباراه باجه كيف كيف سجل فيها هدف واحد، بقيه المباريات سجل فيها 20 هدف، اظن عنده 21 هدف احسن خط هجوم، يعني فما مباراه انهزم فيها في حمام سوسه مسجل فيها هدف واحد، والاخرين متقسمين على المباريات الاخرى، يعني عنده قوه هجوميه كبيره. يمكن هذا اختيار تكتيكي من المدرب انه يعرف اللي هو عنده يمكن خلل على مستوى الدفاع، ولا يخير يعطي الضغط الهجومي، يعمل اكثر عمل هجومي حتى يحدث الفارق مع الفرق. وتشوف فيه الترجي مر في المرحله الاولى هذه بسبع مباريات لعب فيهم مع الفرق اللي هو كما قال سيدي احمد زعما اقل منه قوه، لكنه ما تهونش فيها وفاز في المباريات نتاعو السته، يعني مش سبعه، فاز في سته مباريات. هنا فما تركيز كبير من فريق الترجي انه ما يلزمش الكاسبياج دو بوا مع الفرق اللي هما سواديزون اقل منه درجه. هشام نشوفوا اللقطات، طبعا حكمك على مردود سمير الهميم. والله مش نشوفوا اللقطات وحكمي مش يكون في الاخر ان شاء الله، واكيد ممكن الساده المشاهدين مش يكونوا متوافقين مع الحكم نتاعنا، على خاطر احنا مش نبرزوا لقطات للساده المشاهدين باش يكون التقييم نتاعنا موضوعي. ايوه اللقطه الاولى مش نشوفوها توغل من احمد الحامي في اول المباراه، نشوفوا احمد الحامي يتوغل في منطقه الجزاء، معناها سقوط تلقائي من احمد الحامي، مش نشوفوا التصرف نتاع احمد الحامي، نشوفوه هنا يجي يجري ويتعدى، معناها ما كان ولا فما شيء، معناها هذا سقوط تلقائي وما فما ضربه جزاء في العمليه هذه، وقرار الحكم كان صحيح. نشوفوا حتى السقوط نتاع احمد الحامي معناها من تلقاء نفسه طاح وحده بدون اي لمس. هذه العمليه الاولى اللي اخترناها. العمليه الثانيه مخالفه للنادي حمام الانف، نشوفوا هنا عند التسديد موقع نتاع سي سي على اخر الصوره من غادي، الموقع نتاعو في موقع تسلل، اذا كان سجل الهدف مباشره هنا في العمليه هذه يكون الهدف صحيح، لكن الكره يرجعها الحارس القصراوي في اتجاه سي سي، عندئذ يكون استفاد من الموقع نتاعو ونلغيو الهدف لوجود التسلل. العمليه واضحه، الصوره واضحه، والمعناها القرار زاد قرار صحيح من المساعد كمال عبد المؤمن اللي سايروا فيه الحكم سمير الهمام. اللقطة الثالثة اللي مش نشاهدوها توغل من السويسي، هنا نشاهدوا إرامو في اتجاه السويسي، السويسي يدخل منطقة الجزاء يقع الاعتراض متاعه، وهنا الحكم رغم القرب متاعه كان عليه الإعلان عن ضرب الجزاء، على خاطر نشوفوا الاعتراض موجود والالتحام موجود مع المهاجم، وكان عليه الاعلان عن ضرب الجزاء، لكن خلى العمليه تواصل ولم يعلن عن شيء. اللقطه الرابعه اللي مش نشاهدوها توغل من ارامو، معناها يتجاوز الحارس رغم ان الحارس قام بعمليه، هنا نشوفه في العمليه هذه ارامو يحاول التسديد، لكن المدافع يوقع في يلمس قدم ارامو في العمليه هذه، نشوفوها ان شاء الله في صوره ما اوضح، هنا نعاود نشوفوها يتجاوز الحارس والمدافع من الخلف، هنا نشوفوها يلمس قدم ارامو وارامو يسقط، وكان على الحكم هنا الاعلان عن ضربه جزاء اللي هو قام به، لكن مع اقصاء المدافع مباشره وليس الانذار. اللقطه الخامسه اللي نشاهدوها في المباراه هذه تدخل من اللاعب حران على الشماري، نشوفوا هنا تدخل من الخلف، قريب قريب باش نعاودوا المباراة الكل. والله هي فيها العديد من اللقطات ولقطات مهمة جدا. هنا الحكم يستعمل الورقة الصفراء فقط، ولكن هنا كان عليه الإعلان معناها الورقة الحمراء مباشرة، على خاطر معناها تدخل قوي ومن الخلف. كان الإذاءة معناها القصد نتاعه الإذاءة. اللقطة السادسة والأخيرة اللي شاهدناها في المباراة هذه هو معناها الحارس الزيتوني يمسك الكرة،
يحاول معناها باش يضرب المره الاولى الرامو، لكن المره الثانيه يضربوا بالكره. اكيد القرار نتاع الحكم هو معناها ضربه جزاء اللي هي موجوده، وكان عليه كذلك هنا في العمليه هذا اقصاء الحارس للعمليه هذه. كما شاهدنا العديد من المخالفات، العديد من القرارات، نشوفوا هنا العمليه واضحه. والغريب كانوا الحارس بعد العمليه هذه طلب من اللاعبين باش يخرجوا من عمليه مجانيه من الحارس الزيتوني اللي تكلفوا معناها ضربه جزاء، وكان الحكم هنا الاعلان على الورقه الحمراء. كما قلت لك في الاخر الحكم نتاعي على المباراه هذه اجمالا فنيا قرارات الحكم سمير الهمامي كانت في محلها، لكن اداريا ما وفقش، على خاطر في بعض الاحيان يلزم يكون معناها الاوراق كانت تختلف من لقطه الى اخرى. ما تراش بصراحه معناها نحكيو هشام وحتى من خلال يعني التفاعل السادة المشاهدين، ما تراش انه الحكم ربما يحسب شويه في المباراه هذه بعد ما رد فعل اللاعبين والاجواء اللي ولات محيطه، انه ولا يخمم كان عطي ورقه حمراء ربما الحارس الحمام نلف تنجم تصير امور اخرى. والله كما قلت لك غير ذلك لاحظناها هذه. كما قلت لك احنا توا في الاخر الخلاصه نتاعنا هو فنيا كانت قراراته في جلها صحيحه، لكن اداريا بكل صدق ما الامور ما مشاتش صحيح. معنا سيمونجي بحال.